ديسمبر 2010 هو بداية عالم جديد بالنسبة للتوينس الكل. هو في الحقيقة كان نتيجة عدة تراكمات وين انطلقت أول شرارة، شرارة احتراق البعزيزي. نحن نساء تونس، تونس اللي تعرفت في الآونة الأخيرة بمهد الثورات العربية، وين انطلقت أيام العز متاعنا لهنا، خاصة في المناطق الداخلية وين سيدي بوزيد، الكسري. أي واحد من الرجال من هنا، وما تنساش أي امرأة اللي هي كانت في حد ذاتها مشاركة وبقوة، وأول شهيدة سقطت في تونس، أول شهيدة للربيع العربي هي امرأة، واللي كان دافع باش النساء الكل يخرجوا ويقولوا لا ويثبتوا وجودهم. وهذا حالنا وحال أي امرأة في الرجال، وهي الحالات تتعدد، كل واحدة كيفاش عاشت ثورتها. Mm-hmm.